معاكم عن اصلا موقع عرفنيتكم. من فترة طويلة كنا نزلنا موضوع لتحميل السوفت وير الخاص بهواتف سامسونج، وتقريبا الموضوع كان فيه 70 سوفت وير، لكن للأسف الموقع اللي كنا رافعين عليه الملفات مش شغال، فأي رابط هتبدأ تفتحه مش هيشتغل معاك، فالموضوع هياخد مننا وقت نبدأ نحدث الروابط ديت. لكن خلال الفترة ديت هنستعرض معاكم طريقة بسيطة ومجانية لتحميل أي سوفت وير خاص بهواتف سامسونج. طيب الموضوع بيتم ازاي؟ في البداية تحتاج انك تبدأ تفتح الموقع ده او الرابط ده. هتبدأ هنا تكتب السيريال نمبر الخاص بموبايلك. طب السيريال نمبر ده بتجيبه منين؟ يا اما موجود على العلبة الخاصة بالموبايل، يا اما تخش على الاعدادات الخاصة بالهاتف، ومنها تخش على عن الهاتف او اباوت فون، هيبدأ يظهر معاك السيريال نمبر الخاص بالموبايل. فانا مثلا هيكون 700 دوت الموبايل الخاص بيا اللي هو نوت 2 جي تي ان 700، واختار من هنا سيرش. هيبدأ يظهر لي جميع النسخ، فانت لو حابب تحمل النسخة الخاصة ببلدك هتبدأ تشوف اذا كان موجود هنا ولا لا. يعني مثلا لو هختار مصر مثلا ايجيبت، هيبدأ يفلتر معايا نتائج البحث، فانا بشوف النسخة اللي انا حابب احملها اللي هيكون مثلا حامل النسخة ديت. تمام، طبعا هو بيبدأ يحدث لك او يبدأ يرتبهم حسب النسخة الاحدث، فليكن مثلا حابب احمل النسخة ديت دي برضه مع بعض المعلومات اللي عنها. لو انت عندك حساب هتضغط من هنا ريجل داونلود، هيبدأ يعرض ليك رابط التحميل بشكل مباشر. اما لو ما عندكش حساب هتبدأ تضغط من هنا داونلود، هيبدأ يطلب منك تبدأ تنشئ حساب، هتبدأ تدخل البيانات الخاصة بيك، وبعد كده تضغط من هنا تضغط كومبليت او انهاء التسجيل، يعني هيبدأ يحولك رابط التحميل بشكل مباشر، وتبدأ بس تفعل الايميل الخاص بيك عن طريق البريد الالكتروني. هتختار من هنا ريجل داونلود وهتبدأ تضغط على داونلود، التحميل يبدأ معاك على طول. طبعا زي ما واضح السرعة الخاصة بالتحميل بتكون كويسة، فانت مش هتواجه اي مشاكل في بطء التحميل من السيرفر الخاص بالموقع ده. دي كانت طريقة بسيطة جدا لتحميل اي سوفت وير خاص بهواتف سامسونج. بالنسبة لاي تحديثات خاصة بالسوفت وير اي كده تبدأ برضك تنزل على الموقع ده بشكل سريع، فانت برضك لو حابب تبدأ تشوف اذا كان الموبايل نزل له تحديث او اي حاجة هتبدأ بس تكتب السير نمبر الخاص بالموبايل، وهيبدأ يعرض ليك احدث نسخ السوفت وير اللي نزلت. فده كان فيديو النهارده هتستعرض معاكم طريقة تثبيت او تحميل نسخ السوفت وير الخاصة بهواتف سامسونج بشكل سريع وبسيط. ده كان موضوع فيديو النهارده، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. كان معاكم على نصار موقع عرفنيتكم.